الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، أما بعد. عندما نتكلم عن إبراهيم عليه السلام فنحن نتكلم عن إبراهيم الخليل، نتكلم عن أبو الأنبياء، نتكلم عن أبي الضيفان، نتكلم عن النبي الذي قال الله تعالى عنه أنه أمة، نتكلم عن إبراهيم عليه السلام الذي هو أحد أولو العزم من الرسل. إبراهيم عليه السلام بعثه الله تعالى إلى قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام، وجاء إبراهيم عليه السلام إلى قومه وهو متضايق من هذه العبادة، هي عبادة الأصنام وتركهم لعبادة الله تبارك وتعالى. دعاهم إلى التوحيد فأبوا، ثم نظر إبراهيم عليه السلام إلى طريقة كي يستطيع من خلالها أن يقنع هؤلاء بترك عبادة هذه الأصنام، خاصة أنه دعاهم إلى تركها فأبوا. قال: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ وهذا حال كثير من الأمم التي تتبع من معها دون أن تتفكر في حقيقة أمرها. فقالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هكذا يسيرون، وجدوا آباءهم وأجدادهم يعبدون الأصنام فعبدوها. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يخرجهم من هذا الضلال، فجاء بفكرة لعلها تكون سببا في هدايتهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فدار في ذهنه أن يحطم هذه الأصنام ليظهر لهؤلاء الناس أنها لا تضر ولا تنفع. فانتظر إبراهيم عليه السلام حتى خرج قومه في أحد أيامهم في عيد من الأعياد، ووجدها فرصة أنه لم يكن هناك حول الأصنام أحد، فاتجه عليه السلام إلى تلك الأصنام فحطمها بفأسه، ثم علق الفأس قيل على رقبة الصنم الكبير الذي أبقاه وقيل على يده. رجع القوم من عيدهم وإذا بأصنامهم محطمة، وكانت المفاجأة الكبيرة، أخذوا يتحدثون فيما بينهم: من الذي ارتكب هذا الجرم العظيم الذي تعدى على آلهتهم فحطمها؟ فقال بعضهم: لقد سمعنا أحدهم فتى يقال له إبراهيم قد ذكر الآلهة بسوء. إبراهيم عليه السلام كما تشير بعض الروايات أنه لما ذهبوا إلى عيدهم تكلم فيما بينه وبين نفسه أنه سيلجأ إلى تحطيم هذه الأصنام، وقيل سمعهم بعضها أو سمع بعضهم كلام إبراهيم عليه السلام فقالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقيل أنهم اتجهوا إلى إبراهيم لأنه كان دائما يستنكر عليهم عبادة الأصنام، لذلك قالوا: لم يفعل هذا الأمر إلا إبراهيم. فطلبوا أن يحضر إبراهيم عليه السلام على مشهد من الناس، فطلبوا إبراهيم عليه السلام ليكون حاضرا، ولعلهم في ذلك إنما حققوا لإبراهيم عليه السلام ما كان يريد، لأنه كان يريد أن يكون الأمر على مشهد الناس حتى تكون العظة عامة وليس خاصة. فسألوا إبراهيم عليه السلام: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فقال إبراهيم عليه السلام: بل فعله كبيرهم هذا، فسألوهم إن كانوا ينطقون. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يرجع أو يحرك عقولهم إلى ما تم من أمر، فرجعوا إلى أنفسهم يتباحثون، إلا أنهم وجدوا أنهم على ضلال مبين. قالوا وهم قد انتبهوا إلى هذا الأمر وإلى نستطيع أن نقول الفخ الذي وضعه بهم إبراهيم عليه السلام، قالوا كما ذكرت الآية: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يجيبون إبراهيم عليه السلام. فهنا بنفسهم اعترفوا أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. فقال إبراهيم عليه السلام: قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. وهنا المحصلة التي كان إبراهيم عليه السلام يريد أن يوصل قومه لها، وهي قضية أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. بعد أن أشار إبراهيم عليه السلام إلى أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، أخذ القوم يتباحثون ووقعوا في هم كبير، فعلا هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، فكيف نتعامل مع إبراهيم في هذه الحالة وفي ذلك الموقف؟ فمن شدة عنادهم واستكبارهم أنهم أصروا على باطلهم ولم يرجعوا إلى عقولهم وأذهانهم. فقال لهم إبراهيم عليه السلام: أف لكم
ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هنا القوم لم يستجيبوا لدعوة إبراهيم عليه السلام، ولم يؤمنوا بهذه الآية وذلك المثال العظيم الذي لو كانت لهم قليل من العقول لعلموا أن ما يعبدونه إنما هو ضلال مبين، لكنهم أصروا على عنادهم واستكبارهم، فلجأوا إلى أمر دائما ما يلجأ إليه أهل الباطل عندما تتكشف لهم الحقائق، وهي القضاء والتخلص من أهل الحق والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهنا اجتمعوا على أمر عظيم وهي التخلص من إبراهيم بطريقة شنيعة، ألا وهي قضية أن يحرقوا إبراهيم عليه السلام بالنار. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قالوا سنحرقه حتى يشهد الناس هذا العقاب حتى لا يتجرى عليه أحد، وهنا أشعلوا نارا عظيمة. قيل أنه لم يشهد لشررها وضخامتها من قبل، وأخذوا إبراهيم عليه السلام ووضعوه على المنجنيق وقيدوا يديه حتى لا يتحرك، ومن شدة يعني هذه النار أنهم ما استطاعوا أن يلقوا إبراهيم بالقرب وإنما وضعوه بالمنجنيق حتى يلقى عن بعد. في هذه الحالة جاء جبريل عليه السلام إلى سيدنا إبراهيم وقال أتريد حاجة يا إبراهيم؟ فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد أشار البخاري في صحيحه إلى هذه الرواية أنه قد لم يقل أو هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قد قالها إبراهيم عليه السلام لما أريد أن يلقى في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هنا ننظر إلى عظمة الثقة بالله تبارك وتعالى في قلب إبراهيم عليه السلام، وكيف أنه في مثل هذه الأوضاع وهذه الحالات لا ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله تبارك وتعالى. وكمال التوكل على الله والاعتماد عليه والثقة به والثقة بتأييده ونصره. وهذه حالة عندما قال حسبي الله ونعم الوكيل أو حسبنا الله ونعم الوكيل تذكرون أيضا بموقف موسى عليه السلام عندما حاصره فرعون مع جنوده وهم عند ساحل البحر، وعندما قال قومه إنا لمدركون قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. وتذكرنا بموقف محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال أبو بكر رضي الله عنه وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه لرآنا، فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وقد ذكر الله تعالى هذا الأمر في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان والتقوى دائما مستمسكين بحبل الله تبارك وتعالى معتمدين عليه متوكلين على الله تبارك وتعالى. فألقي إبراهيم عليه السلام في النار، لكن حدثت المفاجأة العظيمة ألا وهي أن الله تعالى حقق معجزة عظيمة، وهي أن هذه النار قد فقدت أهم وأعظم خصائصها وهي الإحراق، إذ أن الله تعالى أمر النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم كما قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت النار بردا عليه وسلاما عليه. وقالوا أنها كانت بردا وسلاما أنها لم تكن بردا فقط، لعلها لو كانت بردا لربما أوذي إبراهيم عليه السلام من شدة بردها، لكن الله تعالى جعلها بردا وسلاما. وهكذا نجا إبراهيم عليه السلام من هذه العقوبة الشديدة ومن هذا الأمر العظيم والمكر الشديد الذي فعله قومه، لكن الله تبارك وتعالى نجا إبراهيم عليه السلام. بعد نجاة إبراهيم عليه السلام من هذه النار العظيمة لابد أن نعرف ونأخذ عدة دروس، ومنها أهمية التوكل على الله تبارك وتعالى، وأن المؤمن مأجور على عمله ودعوته في سبيل الله تبارك وتعالى، فهو إما أن ينصره الله على أعدائه وإما أن يؤذى في سبيل دعوته، وهذا الأذى سيأخذ الأجر، فما من جرح أو كلم أو إصابة إلا وله أجرها عند الله، أو أنه ربما يقتل في سبيل ذلك، وقد سبقوا في ذلك الأنبياء والمرسلين والصالحين وغيرهم، ويكون بإذن الله تبارك وتعالى شهيدا عند الله تبارك وتعالى يفوز بأعلى الجنان. ونتعلم أن الإنسان لابد أن يستخدم في دعوته إلى الله مع الآخرين أسلوب غير الآيات والأحاديث، فربما البعض ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، ولو جئته بالآيات والأحاديث ربما أنكرها،
فلا بد أن نستخدم أسلوبا آخر وهو أسلوب يعني الإقناع العقلي لعل أولئك يعني يستفيدون ويتعلمون ويعودون إلى طريق الصواب. قيل بعد خروج إبراهيم عليه السلام قابل النمرود، والنمرود هو أحد الملوك الذين قالوا حكموا الأرض. يقال أن الذين حكموا الأرض أربعة ملوك، حكموها كلها أربعة ملوك، ملكان أو ملكان ملكين مؤمنين وآخرين كافرين. أما المؤمنين فهما سليمان عليه السلام وذو القرنين، وأما الملكين الكافرين فهما كما ذكرنا النمرود وبخت نصر. حكم النمرود 400 عام وكان يدعي الألوهية والربوبية، فجاءه إبراهيم عليه السلام وصار بينهما حوار وجدال. قال النمرود لإبراهيم: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك؟ يحاجج إبراهيم عليه السلام: أنا ملك وأنا الإله، حكمت كل هذه السنوات. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يستخدم معه أسلوب الإقناع كما ذكرنا العقلي والحجة والبرهان. فقال: إن الله، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال إبراهيم عليه السلام: الله سبحانه وتعالى هو مالك هذا الكون، هو بيده الحياة وبيده الموت. فقال النمرود متكبرا متعاليا ويريد أن يخرج من هذا الأمر الذي أوقعه إبراهيم فيه، قال: أنا أحيي وميت. قال: كيف تحيي وميت؟ قال: أنا آتي برجلين قد حكم عليهم بالقتل فأقتل أحدهما وأعفو عن الآخر وأكون بذلك قد أحييت وأمت. فجاء إبراهيم عليه السلام بحجة ثانية لا يمكن معها أن يفعل النمرود شيئا، فقال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. بهت كما قال المفسرون أي أخرس وألجم ولم يستطع أن يجيب بأي إجابة، وذلك دلالة على قدرة إبراهيم عليه السلام بأن يأتي بحجة أفحمت خصمه فلم يستطع أن يفعل معها شيئا. وهكذا أيضا كما نقول ينبغي على الدعاة لله تبارك وتعالى ومن يدعو إلى الحق أن يستخدم الأساليب في الإقناع حتى يكون مؤثرا مع من يريد دعوتهم سواء ممن هم مسلمين أو غير مسلمين. الله عز وجل عاقب النمرود عقوبة فيها عبرة لكل ظالم ومتجبر، وتروي الروايات أن الله سبحانه وتعالى سلط على النمرود ومن معه البعوض، حشرة بسيطة لكنها كانت مؤذية لدرجة أنها قيل دخلت في أنف النمرود وأخذت تؤذيه ولم يكن يستطيع أن يتخلص من الآلام التي كانت في رأسه إلا أن يضرب بالمطارق. وتقول الروايات أن كان أخف الناس له من كان يضربه بكف يديه، لكنه ظل على هذه الحال ما يقارب 400 سنة وهي التي حكم بها حتى أهلك الله تعالى. بهذا أيها الأخوة الكرام نعرف أن مهما طغى الطاغون وتجبر المتجبرون فإن الله تعالى أعلى وأعظم من هؤلاء، وكما قال الله تبارك وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وهو القادر على أن يسلط أضعف جنده على أطغى الطغاة ليكبتهم ويدفعهم عن ظلم عباده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وصلى اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.